البوتوكس. بوتوكس. ازاي البوتوكس بيدخل في علاج البشره، ونوعه ايه ودوره ايه بالنسبه لتجاعيد البشره؟ البوتوكس من الحاجات الحلوه قوي، ودي اللي من زمان قوي موجوده، هي بيعمل ارتخاء في العضلات، ودي بنسميها التجاعيد التعبيريه. صحيح. احنا من كتر ما بنعمل تجاعيد بنعمل حاجات تعبيريه، العضلات زي ما بتقولي تبقى مشدوده. فده نوع من البكتيريا، بس ده بروتين طبعا، بيرخي العضله. طب استعماله المتكرر يا دكتور ما يأثرش على العضلة نفسها؟ يعني دايما بنسمع ان هو مثلا 6 شهور 9 شهور. لا، لو ما بيقعدش 9 خالص، سوري، ما يقعدش 9، من 3 لـ6. من 3 لـ6. طب وبعد الستة السيدة تحقن تاني، وبعد سنة تحقن تاني، فالحاجات دي كلها ما تأثرش على وظيفة العضلة نفسها؟ لأن في ناس الحقيقة بتكون متخوفة من كده. بصي أنا هقولك، هي الحقيقة بنستمر في الحقن، ولما بتستمري في الحقن بعد 5 6 مرات هتلاقي ان انت بتمدي المدة لوحدك. يعني البشرة نفسها تأثيرها بيبقى احسن وافضل. بالضبط. العضلة نفسها ممكن تستمري 8 9 شهور. ممكن تستمري بعد كده سنة. تلاقي نفسك مش عايزة تحقن. كان برضو من ضمن الحاجات يا دكتور اللي سمعت عنها، ان فكرة ان انا لما يكون عندي خطوط تعبيرية سواء في النص الفوقاني زي ما احنا بنقول بوتوكس، او التلت التحتاني، فكرة ان انا يعني ابتدي احقن بدري، ده هيحافظ اكتر على بشرتي بالتأكيد. ومش هيخليني احتاج الكميات او اوصل للشكل اللي هو ممكن ما يكونش محبذ ليا حتى بعد ما اعمل الحقن. طيب الصوره اللي قدامنا دي للبوتوكس ممكن ده بقى اللي هي الجبهه. شوفي قد ايه الجبهه عامله، يعني دي خطوط تعبيريه. شوفي اول ما اتحقن اتفردت. ودي برضو مهمه. ودلوقتي بقى في جديد في الحقن. بمعنى ايه الجديد؟ الجديد في الحقن البوتوكس، كنا زمان ما ننزلش تحت، دلوقتي بننزل تحت بالبوتوكس. عايزه ارفع مناخير احقن ممكن. هنا حاجه اسمها الباني نوز، اللي هي بيسموها مناخير الارنب. يعني ما يضحك تلاقي الحته دي مكرمشه. بنحقنها. طب الرقبه ليها نصيب كده في البوتوكس؟ الرقبه ليها نصيب كبير. بيعمل ايه في الرقبه؟ بيفرد. بيفرد الرقبه. ممكن جدا في ناس اما تيجي تضحك تلاقي الجنبان اللي هو اللثه. نحقن. الابتسامه اللثويه بيسموها، ما اعرفش اسمها ايه، بس بنحقن. دي اسمها الجامي سمايل. دي بنحقن، واخده بالك؟ في تجاعيد هنا اللي هو اسمها سموكر لاين. الصوره دي لحياتك بتتكلم عليها؟ دي الجانبيه. دي اللي هي التجاعيد اللي هي بنسميها رجل الغراب. دي بقى هنا في تجاعيد كتير قوي، دي بنحقنها. والمناخير يا دكتور شايفين من الجنب برضو فيها سنه كشكشه، دي هي دي اللي حضرتك بتتكلمي؟ اللي هي فيها سنه كشكشه دي احنا بنحقنها دلوقتي بوتوكس. طيب فكره ان انا احقن الشفايف بالبوتوكس، ده مش بيخلي الشفه واقعه شويه، او لما تيجي تضحك مثلا الضحك ما تبقاش زي الاول بقى؟ حسب الحقن، انت بتحطي كميه قليله قوي قوي. يعني لازم يبقى حد متخصص فاهم هيشتغل ازاي. فنحط كميه قليله فتنزلي الشفه فقط لا غير. انت مش هتنزلي الشفه خالص، حطيتي كميه كبيره هتقع. طبعا دكتور بقى بروفيشنال زي دكتور زكيه كده يعني تبقى مطمنين. بتحطي القليل. حتى لما بتيجي تحقني السموكر لاينز دي اللي هي التجاعيد بتاعت الشفايف دي اللي هي بتاعت دي برضو بتحطي قليل قوي قوي وسطحي جدا.